قالوا لي دوسي اقبح واصعب حياتك. هنا مكذبو عليك، ها؟ مكذبو عليك، علاش؟ حتى انا دوز الصباح صعب من داكشي اللي كتصور. دابا خرجوا شي وحدين، كاين سميتو، واحد سميتو مول الكاسكيطه، واحد سميتو مول النضاره، واحد سميتو الفلوجه، واحد سميتو مول البيسي، واحد سميتو مول الصنداله. شي كلمه لهادو، شي كلمه لهاد الاغبياء هادو. انا اسمي راسي واحد الاسم غادي ندوز عليهم كاملين يلا ولا حول الواحد. سير عاود سميش هاد الاسم هذا. حشمت غادي نقولها مول طيب داك طيب تكون في الافلام سير يعني كدا غادي نشدكم واحد واحد. ها طيب 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 هاكا قال لي هاكا هاكا. كاش دابا انت الطفولة ديالي دوزتها وما نتمناش واحد يدوزها. الطفولة ديالي كانت صعيبة وصعيبة وصعيبة وعباد الله صعيبة، بحيث أن الوالدة ديالي عارفني شنو الوالدة؟ هي الأم؟ لا هي أختي. وي أختي لا الوالدة، هي الوالدة الجودة ديالي تعطيني فيه الكخاب، الكخاب بيان دوماج. أنا كنبغي الشيكولا، الشيكولا كدير لك فيلتير. دابا شي دابا علق لينا، علق لينا على هاد مول الكاسكيطه، حيت انت دابا فات صاعد. دابا غادي حتى انت تخرج لي فيديو ديالك وكل الناس غادي يسمعوك. دابا غادي دير واحد الشهرة انت في البالطالك، فيسبوك، في تويتر، في يوتيوب، جوجل، كلشي الناس غادي يعرفوك. دابا غادي يعرفو مول الطيط، كلهم غادي يعرفوه. مول طيب غندير الشهرة انا في دار الدعارة، راح تنبز عليهم كلهم بشاخ واحد واحد. بصح واحد ودابا الا شافوا الفيديو في اليوتيوب ما يقدوش يشدوك، ما يقدوش نمشيو زمر المخير، والمخير في كلمتك زيدو في ترمتك. او سير دابا انا كنصور حدانا واحد الدري اخر اللي كيقول واحد الكلمه ليك. كلميني اه طيب كلميني. دابا غادي ندوزو لذاك الدري ونحاولوا اننا نقنعوه باش هاكو يا كلميني، هاكو كلميني. دابا غادي نقول نقنعو باش يحاول يعلق عليك. سلام يا زيد. بونجور. صافا بخير صحه؟ دابا كي انت شتي خرج هذا لي بيرسوناج تعرفو كاع في كاع في العالم، تعرفو في اي تقريبا في المغرب العربي كامل. خرج الفلوجة، خرج مول الكاسكيطة، مول النضادر، مول البيسي، مول الصنادل، مول كلشي خرج هاد الايامات هادو. ودابا خرج واحد الفتى صاعد، واحد الدري داك سيمو مول الطيط. اش كتقول لنا في حقه؟ انه عظيم، انه طيب كل الناس، ولكن لا يعجبني هذا الطيب، انه قال مو طيب، ولكن لماذا لا يكمل؟ دابا هذا سؤال وجيه ليه، غادي نوجهه لسيمو. سي سيمو علاش قلتي مول الطيط؟ ما قدرتيش تقول انك ديك الكلمه، واش خوفا منهم؟ خوفا منهم وانا على البوك اللي خلي فوق كنخافش، حيت عندي معارف. واش يعني هاد ما بغيتش تقول مول الطيط؟ واش احترام للناس اللي كيتفرجوا فيك العالم؟ كيعجبوني، كيعجبوني داك الناس هذوك مول الكاسكيطه في اللوزه، ماشي ما تعجبونيش، ولكن تبقاو ديما زوامي. سالينا يلا دابا نمشي. سي يزيد هو جاوبنا على السؤال، شي سؤال اخر واجه لسي سيمو. ولكن هل تعرف احدهم؟ كنعرفهم طبيعة الحال، حيت كنت فاش نمشي لدار الدعارة كنخلص 50 درهم كندوز عليهم كاملين، معروف معلومة نكون عارفهم. سؤال اخر سي يزيد، هل يمكنك تعطيني اسم واحد؟ أكثر يستي في اللوجة بالسوايع، بالسوايع ما كان 50 درهم كنبقى نلوح عليه فلوس. كتعرف السمية ديالو حقيقية؟ مصطفى، مصطفى الإسماعيلي، راه عارفو ويلي نشوه دي المو دير عليه فلوجة ومصطفى إسماعيلي. سير سي يزيد شي كلمة تخدم بها هاد البرنامج نختمو بها هاد الحلقة الأولى اللي من إخراج واحد الدري مبغيش يقول سميتو، بغاش انه يتشهر. لان هذه هي اول حلقه اللي غادي يلونسيها في اليوتيوب ان شاء الله، غادي تلونسا
هل في اتون اتون غادي تلونسا في لو 5/07/2013 مع الساعة الخمسة بالضبط، غادي تلونسا أول حلقة. هل كلم لك فلوجة وفعل لك 4-0؟ سي سيمو جاوبنا ولا حشمتي ندرك وجهك؟ 4-0. اه تمن طيب مالو غادي نشدو طيب. صافي سيداتي وسادتي، غادي نختموا الحلقه هذه الاولى من برنامج كولودور زنطق هز طلق. الى اللقاء، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.